السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشنا الفيديو السابق بشرح هذه المحاضرة اللي تتحدث عن أنظمة النقل والتوزيع من ناحية الأسلاك، وقلنا أنه تقسم إلى خطوط هوائية وخطوط أرضية، يعني أما أنه الأسلاك تكون بالهواء معلقة وأما تكون مدفونة تحت الأرض، وبينا بعض الأنواع. جينا يعني هذا الجانب خدناها. المركبات الأساسية للخطوط الهوائية ذكرنا أنه هي خمس مركبات، يعني الموصلات والأعمدة والعوازل والكروس آرمز اللي هي قلنا هاي الحديدة اللي تصير عرضية، ومكونات أخرى متنوعة مثل مانعات الصواعق وغيرها. شرحنا بالفيديو السابق الكوندكترز، اليوم إن شاء الله راح نشرح السبورتس والإنسليترز. ذني يعني ماكو داعي، ما بهن تفاصيل يعني مو في شيء. الكوندكترز قلنا انه هاي مواصفات الكوندكترز الاساسية هي اربعة، مستحيل تلقاها موجودات بموصل واحد، فيختارون عدة عوامل ما بين الكلفة، ما بين الخصائص الكهربائية، ما بين الخصائص الميكانيكية، وحسب يعني المكان اللي اريد استخدمه. فاذا الموصلات اللي موجودة نحاس، الومنيوم، ستيل كورد الومنيوم، يعني عندك ستيل محاط بألمنيوم، جلفنايزد ستيل، وكادميوم كبر. اجينا ناقشنا كل نوع من انواع هذه الموصلات، الادفانتج مالته، الديز ادفانتج مالته، وين ممكن يستخدم. وصلنا الى اللاين سبورت اللي هي محاضرتنا لهذا اليوم. يعني انا ديش ثلاث صفحات بس اسهبت بالشرح فيها. بالنسبة للاعمدة اللي موجودة، اكو عندنا نوعين، اما اعمدة طبيعية واما تاورز اللي هي الابراج كخطوط نقل. شنو الخصائص بصوره عامه للخطوط النقل يعني الاعمده؟ الخصيصه الاولى انه يكون بها قوه ميكانيكيه عاليه تتحمل وزن الموصل، يعني ما معقول انا وزن الموصل يكون كلش ثقيل والعمود كلش خفيف، وبالتالي ضغط هائل يكون يشكل على العمود الساند، اضافه الى ضغط الهواء، يعني كل ما تزداد الرياح الاسلاك هاي تظل تاخذ يمنى ويسرى فتاثر على العمود اللي موجود. ونلاحظ الان كل ما تصير عاصفه بعض الاعمده الموجوده بالمناطق الريفيه تسقط، يعني هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كل ما يكون خفيف الوزن، لايت ان ويت، يعني خفيف الوزن يكون افضل دون فقدان القوه الميكانيكيه، without the loss of mechanical سترن، يعني مو انا اجيبه خفيف بحيث انه انا اقل هواء يوقع هذا العمود. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة يكون رخيص بالسعر ويراعي الكلفة الاقتصادية. العمر طويل ان شاء الله لكم هم ايضا. او سهولة الوصول للموصلات لغرض الصيانة، يعني ما معقولة انا اسوي عمود تركيب مالته يعني انه ما اقدر اوصل لنهايته، مثلا هو اذا كان ارتفاعه 30 متر. وماكو آلية للصعود هذا العمود، يعني فما ينزل عامل الصيانة في هليكوبتر يحاول يستبدل العوازل أو يستبدل أنه الأسلاك، فلازم أكو سهولة من قبل العامل حتى يقدر أنه يصين هاي الموصلات اللي موجودة. شنو الأنواع اللي موجودة؟ موجودة الوودن بولز اللي هي الأعمدة الخشبية، هذا الخيار كان موجود يعني أنا ملحق عليه، يستخدم كان بالمناطق الريفية وسنجعله. والستيل بولز اللي هي الأنظمة التوزيع الموجودة الآن بالمدن عندنا هي الستيل. الأعمدة الخرسانة ملحق عليها وموجودة لحد الآن ببعض المناطق الريفية، أعمدة خرسانة صبة، أعمدة مصبوبة وبها حديد وموجودة لحد الآن داخلة بالخدمة، أكو بها استبدلوها وأكو لحد الآن مناطق ريفية موجود بها. وأكو لا التورز الأبراج اللي هي للضغط العالي يستخدم. فهاي كل واحدة من الاثنين تعتمد على يمن انه الاختيار على حسب انه مساحة الاسلاك اللي مساحة المقطع مال السليك، الفولتية الخاط، الكلفة، كذلك انه الظروف المحلية، يعني شو وقت انا استخدم اعمدة الخشب او اعمدة الستيل او الخرسانة او انه الابراج. نجي انه للوودن بولز الاعمدة الخشبية. هاي الودن بولز انا هنا اذا تلاحظ انه اهم المعلومات خلي تحتها علامه هيدلاين. هاي تستخدم بال يعني من استخدمها تكون المسافه ما بين عمود وعمود اقل من 50 متر المسافه،
shorter spans say up to يعني أكثر شيء 50 متر، أقل مسافة ما بين عمود وعمود. مواصفاتها أنه رخيصة، أي سهولة التوفر مالتها، والعزل مال الخشب يعني هو حتى اللي يتكهرب يضربوه بخشبة باعتبار الخشب هو مادة عازلة. فهاي النواحي أنه هو رخيص ومتوفر، طبعا متوفر مو بالعراق وإنما الأكو مدن يعني هي الخشب عندها لا شيء السعر مالته متوفر بكثرة. فهاي المواصفات مالته. شنو المشكلة مالته؟ المشكلة أنه يصير تعفن تنت وروت، تعفن وين؟ بالجذور، المساحة اللي تندفن تحت الأرض يصير بيها تعفن بمرور الزمن. لذلك شو يسوون؟ يضيفون هاي المادة، مادة زيتية يعني يطلوها بالضبط. انه انت هسه الخشب يعني هاي الاوربين وغيرهم اكو بيوتهم اغلبها هي خشب، وحتى المدخنة اللي يحرقون بيها هي خشب لكن ما تحترق بالنار. شوفها ليش؟ لانه يطلونها بمادة. فهاي الخشب حتى يحافظون عليه انه الارض ما تاكله، الشغلات ما الظروف الجوية تحت الارض ما تأثر عليه، فيطلب هاي المادة كريوسوت اويل زيت الكريوسوت. طبعا شكل مال الأعمدة هاي اما يكون على شكل حرف اي او على شكل حرف اتش. تستخدم قلنا وين؟ تستخدم بالمناطق الريفية حتى نشوف الشكل مالتها رورال، المناطق الريفية رورال حتى نشوف الشكل مالتها. هذا الشكل مالتها، هذا شكل اي يشكل وهذا شكل اتش، يعني نعم ساند هاي ستيل بريسينج، هاي نعم خليجي يعني دعامات تكون موجودة. لاحظ لي هنا هاي قلنا الارمز كروس ارمز، هنا ركز لي بس على العوازل. هاي العازل هسه صاير وين؟ لان راح نجي على موضوع العازل، صاير لفوق مثبت للاعلى. فالسلك وين يجي؟ يقعد هنا السلك على العازل، يعني على رأس العازل من الاعلى، لانه راح نجي نلقى عوازل لا متدليه للاسفل، لان عندنا اربع انواع من العوازل. هذا شكل اي وهذا شكل اتش، كل واحد له استخدام محدد يعني. وهاي احنا الاعمده، هاي الانواع من الاعمده يعني نشوفها في الشوارع كثير. زين، شنو المشاكل الاعتراضات الرئيسيه؟ The main objection to the wooden supports are، يعني هاي الاعتراضات الرئيسيه على هذا النوع من الاعمده. الاول انه تتعفن تحت مستوى سطح الارض، وقلنا الا تطليها بزين. العمر الافتراضي مالتها 20 الى 25 سنه المفروض يعني تحفر وتستبدل هاي الاعمده بعد هاي الفتره الزمنيه. ما ممكن انه استخدمها انقل بها جهد اعلى من 20 كيلوفولت، غير مناسبه طبعا، يعني لانه الخشب مهما كان الثقل مالته هو يعتبر خفيف يعني، فجهد مثل هذا الجهد ويحتاج الى وزن اسلاك عالي، فما اقدر انقل جهد اكثر من 20 كيلو فولت. ليس ميكانيكال سترنث، القوه الميكانيكيه ما تكون اقل خشب، ويحتاج الى فحص دوري بريوديكال انسبكشنز، يعني لازم اكو فحص دوري، تجي فرق الصيانه وتشوف انه الاعمده متاثره ما متاثره الظروف الجويه. هاي الاعتراضات الرئيسيه، هاي الاعمده سولفنا بيها. النوع الثاني الستيل، وين هذا الستيل بولز؟ الشوارع مالتنا هي كلها ستيل بولز، أعمدة فولاذية. يستخدم وين؟ often used as a substitute for wooden bulls، يستخدم بدل، يعني غالبا هو انه الخيار اول ما ظهر خيار عن الخشب اللي هو استخدمه الستيل، طبعا عن الخشب وعن الخرسانة، الخرسانة هم قديمة كانت أقدم من الستيل. فيعتبر خيار مناسب. القوة الميكانيكية ما تكون عالية، القوة الميكانيكية طبعا هاي واحدة من الفوائد. العمر الافتراضي راح يكون اطول، اقدر انه استخدمه بمسافة اكثر من 50، يعني هناك 50 متر اقصى شيء ما بين واحد وواحد، هنا اقدر انه اكثر من 50 متر. يستخدم وين؟ بالمدن، بالسيتيز. سيتيز زين. بعد عندنا هنا بعض الانواع اللي موجوده لهذه الاعمده، اللي هي اعمده السكك الحديديه، هاي نوعيه خاصه يعني من يعبر السكه من سكه الى سكه، حتى يعني العبار مال الشارع هسه يعني من يريد يخلي انه عمودين
عبران شارع مثل ما يخلي المسافة انه ما بين الشوارع الفرعية مال التوزيع، لازم اكو عمود انه مواصفات خاصة له. والتابلر بولز هنا الاعمدة الانبوبية، وكذلك الرولد ستيل جوينت، ذني ثلاث انواع من هذا الستيل بولز اللي ار سي سي بولز، هاي الاعمدة الخرسانية اللي هي صبة يجيبوها ويصبوها وموجودة لحد الان، بعض يعني اكو بعض العشائر موجودة هاي الاعمدة تستخدم، يعني ما استبدلتها الدولة، بقت لانه تبدأ كفاءتها وما عليها استخدام والجهد محدود اللي تنقله، فمبقينها على وضعيتها. هاي شنو مواصفات ال ار سي سي بولز اعمدة الخرسانة؟ طبعا هي مشكلتها يعني هي جريتر ميكانيكال سترة، قوة ميكانيكية كبيرة فيها، عمرها طويل ايضا يعني، وامتداداتها ايضا حالة حال يعني لونجر سبان دان ستيل، اقدر اخلي المسافة ما بين عمود وعمود اكثر مما اخليها بالستيل اذا فرضنا انه نفس الطول مع الاعمدة وغيرها. تتطلب صيانة اقل وبها عزل جيد، هاي الخرسانة انه يكون العزل مالتها جيد. المساوئ مالتها والصعوبات اللي موجودة، هاي كوست فور ترانسبورت، يعني شنو؟ هاي الاعمدة ثقيلة، يعني عمود خرساني، خرسانة بعد هي صبة، فمن يصبوها بالمعمل ويريدون ينقلوها لانه ثقيلة، فكلفة النقل تكون جدا عالية، فكانوا يلجؤون يعني حتى يحلون هذا الخيار يلجؤون يخلون انه صناعة الاعمدة او الصب في موقع العمل، يعني يريد خاط لمدة مثلا 2 كيلو متر، فيجي بهذا الموقع بالمنتصف يبدي يصب القوالب مالته ويستخدم. هذا النوع الثاني. الستيل تاورز هذا النوع الاخير، طبعا ذني كلهن السابقة تستخدم الى جهد 11 واقل، اذا الجهد ارتفع عن 11 كيلو فولت راح نستخدم ابراج اللي هي القاعدة مالته، بدل ما 2 يعني احنا لو بوري، يعني البوري انبوب لو على شكل انه شلمانات 2، فهنا يستخدم لا برج كامل اللي هو القاعدة مالته تكون رباعية، فاعتياد القوة الميكانيكية تكون اكبر والعمر مالته راح يكون اكبر، العمر مالته طبعا هذا لاحظ هنا العوادل هسه رجعنا، العمر مالته يكون اطول هذا البرج اللي موجود. زين، تتحمل ظروف مناخية، ظروف مناخية تتحمل اكثر، نقل لمسافات بعيدة ايضا use for longer spans، نقل لمسافات بعيدة لانه دائما هاي الابراج تستخدم هذا، نريد نقل لمسافات بعيدة وهي اللي جاي نشوفها بالطرق الخارجية واللي تربط ما بين المدن. طبعا هنا يستخدمون ground يأرضوها دائما، هاي يأرضوها للأرضي، يعني يسوون منظومة أرضي حتى من يضربها البرق ما يتأثر على الموصلات والعوازل اللي موجودة، to minimize lighting troubles يعني يقلل البرق، مشكلة البرق اللي تأثر على الموصلات. هذا الشيء هنا هسه هذا يعني هذا الأبراج بعد نفس ما نشوف قبل الأبراج، هاي تخص الأرسيس يلا كافي الشغل. هنا لاحظ هسه هذا النقل، هذا نوع من الأنواع، لاحظ الارتفاع، هسه هذا الارتفاع ما تشقد 9 متر، يخلي ما بين موصل وموصل تشقد 1.5، وهاي هنا بالاتجاه الثاني، هنا لاحظ شيء خليه يمكن 6 لأنه طبيعية، لكن المسافة ما بين 1 و1 تشقد راح تكون 0.8. هنا الجهد إذا ينقل جهد 110 كيلو فولت، هنا راح ينقل 220 كيلو فولت، يعني الجهد راح يكون مضاعف، الجهد اللي راح ينقله راح يكون مضاعف. هذا النوع. بالنسبة لل ناقشنا الرسومات كلها، هذا الخشب وهذا الموجود النوع الأخير. قبل العوازل هذا الشكل اللي خاص بالتوارس، يعني هنا مبين القاعدة بس 2، بس هي قاعدة رباعية لأنه ماخذ سايد فيو، فتبين عندك بس 2،
فلاحظ الابراج هنا، لاحظ هنا العوازل شلون تنزل، العازل ينزل لجوال، لان هسه راح نجي ناخذ نوع العوازل، فهذا متدلي، هذا العازل يسمونه متدلي. اذا كان العازل اللي فوق مثبت لا راح يكون انه من نوع البن اللي هو الثابت. هاي المسافات، لاحظ المسافه 11 متر ما بين موصل وموصل، لان هاي جهود عاليه، فيخلون المسافه بيناتهم انه مسافه انه مطوله. اذا نجي للعوازل اللي موجوده، العوازل اللي موجوده عندنا الانسليترز، عندنا عده انواع من الانسليترز، اعتقد عددهم هنا اربعه عدد العوازل. ليش استخدمها؟ لانه انا عندي اسلاك، هاي الاسلاك ما معقوله اجي مباشره اربطها على العمود، راح يصير عندي تسريب، حتى لو اخلي عازل بسيط يعني مثلا شنو اخلي خشبه مثلا. فيستخدمون العوازل، العوازل اجوا قاسوا انه هاي العزل، يجون هسه راح نشوف انه منين تصنع، ف اجوا استخدموا العوازل حتى يفصل ما بين السلك والاعمده، نوت فلوت وإير ثرو سبورتس، ماكو انسياب للتيار للارضي خلال الاعمده، فيستخدم الانسليترز. شنو الخصائص الرئيسيه للانسليترز؟ الخصائص الرئيسيه للانسليترز، هذن الخصائص طبعا هن هواي بس انا خليت من عندهم بس اربعه. هاي الخصائص الرئيسيه، اولا تكون الميكانيكيه مالته عاليه، انا ما اقدر اطفي النت لانه جاي ارفع اليوتيوب. الخواص الميكانيكيه عاليه تكون مالته حتى تتحمل وزن الموصل وتتحمل قوه الرياح، وزن الريح هو سمينه ويند لود، كذلك انه حمل الرياح، كذلك انه الموصليه الكهربائيه مقاومه كهربائيه عاليه، يعني كل ما زادت المقاومة الكهربائية للعازل قل انه حتى يتجنب الـ avoid leakage currents، يعني يقلل تسرب التيار الى الارضي. بعد قوة عزل عالية لهاي المادة، والنقطة الاخيرة انه مادة اللي استخدم بها العوازل تكون مادة غير مسامية، اكو مواد مسامية واكو مواد غير مسامية، هاي سابقا ماخذينها بالكيمياء، فمادة تكون غير مسامية حتى ما تسمح بال يعني ولا ما خالية من الشقوق، خالية من الشوائب، هاي مواصفات. فشو يستخدمون؟ يستخدمون البورسلين، يستخدمون البورسلين، ممكن يستخدمون الزجاج، يخلطوا بعض العناصر، لكنه محدود الاستخدام مالته. فيستخدمون نوعين، يستخدمون البورسلين ويستخدمون الفخار بعد حرقه بالنار. هو الفخار شلون يعني يتعرض الى درجة حرارة عالية، فيستخدموا لو بورسلين لو بخار. شنو انواع الحوازل اللي موجودة؟ انواع الحوازل، ابسط نوع اللي جاي نشوفه اللي هو البن تايب انسليتر، يعني نوع مشهور هذا، انه احنا عندنا التشغيل الناجح. ليش نستخدم هذا؟ التشغيل الناجح يعتمد على، او العمل الاعمدة او نقل الكهرباء الناجح يعتمد على اختيار العازل المناسب حتى ما يصير عندك تسريب بالتيار الكهربائي خلال النقل. اشهر نوع هو البنتاي انسليتر، هذا النوع هو الاشهر. اذا تلاحظ انه هنا اكو بن، هذا يثبت على العمود، يثبت على العمود، وهنا اكو اقراص عازله، عده اقراص، يجي السلك وين يثبت؟ يثبت هنا قمه الراس، اكو هنا مثل فتحه مقعره ينزل بها السلك يثبت عليها. فهذا السلك يجون يشوفون هذا السلك ايش قد الفولتيه مالته، مثلا نفرض 11 كيلو فولت. فهاي العوازل شلون يختارون الطبقات؟ كل طبقه صحون، هي مثل الصحن، هسه راح نشوف الصوره الثانيه، كل طبقه لها يعني تعزل فولتيه محدده، فايش قد انا 11، اذا قلنا هاي الوحده تعزل مثلا 5 كيلو فولت، فايش قد لازم يربط؟ لازم يربط 3، لانه اثنين يصير انا عارف يربط 3 حتى يصير العزل تام وما يصير اكو انهيار عنده. فهذا النوع الاول اللي هو البن، طبعا هذا البن محدود، حد اقصى شيء انه يستخدم اذا كانت الفولتيه عندي ايش قد هي 33 كيلو فولت، يعني اقصى شيء يستخدم 33 كيلو فولت، بعدها يكون خيار غير مناسب. هاي هذا النوع من التصنيع،
يكون خيار غير مناسب للاستخدام، لان راح يصير عندي ثقيل، يعني وزن مالته كبير بلكي، وخيار غير اقتصادي يعني يكلف، يكون مكلف. فيستخدمونه خطوط ال 11 يستخدمون، يعني خطوط ال 11 من تطلع هسه للشارع اذا اكو خط 11 تتباوع، شوف هذا المستخدم هذا النوع. ايش وقت يصير اكو فشل؟ طبعا انت اذا تلاحظ هذا السيليكون، لاحظوا الفشل شنو؟ هذا العمود، العمود موصل ودن عوازل، اقصر طريق هو منه. من تضرب البرق راح تزداد الفولتيه، فممكن انه يصير انهيار، يعني ارتفاع بالجهد، ياخذ اقصر مسار اللي هو منه لهنا مجموع دني، يصير اكو انهيار بالعازل. هذا الانهيار هو لحظه. فالعوازل تصمم، يعني المطلوب من عندها شنو؟ مطلوب من عندها انه تتحمل اقصى الضغوط الميكانيكيه والكهربائيه، اقصى الضغوط الميكانيكيه والكهربائيه حتى تتجنب حصول الفشل اللي ممكن انه يحدث. هذا مجرد، يعني ما مطلوب عندكم هذا، بس هو جاي يسولفكم انت مجرد انه تاخذ المعلومه هاي من هنا نقطه، وانه شو وقت العازل يفشل، ايش وقت، شنو المعايير مال التصميم، انه يتحمل الضغوط الميكانيكيه والكهربائيه. اكو عندنا قانون اللي هو سيفتي فاكتور، عامل الامان للعازل موضح، اللي هو قوه العزل الى نسبه الفولتيه اللي مستخدم. طبعا هذا الفاكتور اقصى قيمه له انه يكون 10 قيمة. The bend type insulator, the value safety factor is about 10. تقريبا تكون قيمة مالته هي 10. لاحظ هذا البن، لأن حلقات منه اكو ينزل بن يثبت على العمود، السلك يكون في هذا التقعر، ينزل هنا سلك يثبت. هذا النوع الثاني اللي هو suspension insulator، المعلق، عازل معلق. راح يصير هذا اللي يصير لجوا بالأعمدة اللي شفناها، هاي الأعمدة صاير لجوا بالأعمدة الخشبية اللي قبلها، هاي الأعمدة الخشبية، هذا العازل اللي أخذناه قبل شوي شرحنا عليه في كل الأعمدة، وقلنا الأعمدة الخشبية وغيرها كلها ذني تستخدم إنه لجهد أقل من 11 كيلو فولت. فهذا النوع الأول انتهينا منه. النوع الثاني هذا اللي تعليق يكون معلق، هذا يستخدم إنه إذا الجهد عالي، يعني 33 أكبر من 33، راح يستخدمون هذا النوع من العوازل. طبعا هذا النوع من العوازل من أجي أستخدمه، كل طبقة من هاي الطبقات مصممة أنه تعزل 11 كيلو فولت. فإذا كان أنا الخط عندي 66 كيلو فولت، كم طبقة يحتاج من ذني؟ يحتاج 6، كل واحدة 11، فيخلون 6. مرات يخلون احتياط، يخلون واحدة 2 احتياط، لأنه خاف واحدة تنكسر، يبقى البقية شبيهن محافظات على الجهد المناسب حتى يصير عندي تسريب بالفولتية إلى الأرض. فهنا عندك عدد، إنه يقول لك أنا أربط عدد على شكل سلسلة، كل واحدة من ذني، هنا أنا مأشر لك على المعلومات المهمة، كل واحدة من ذني هي نقول عليها إنه تعزل 11 كيلو فولت. فإذا أحتاج أنا 66، إيش قد أحتاج؟ 6 ديسك ان سيريز يرطن، يرطن شنو؟ توالي. شنو الفائدة من هذا العازل عن العازل السابق؟ 6 فوائد. يعني إذا أنت ما أجيب لك أنا الفوائد، أو هاي تجي تعدد لستة، لا، ممكن أجيب لك إنه على شكل فراغات أو على شكل ملتي تشويز، يعني سهلها عليك وما نخليك إنه تدرخ. فهنا نجي، هذا يكون رخيص، cheaper than bend type insulator portable. يعني إذا قلنا ذاك النوع الأول يستخدم حد ال 33، هذا إذا جاوز 33 فيستخدم هذا، هذا ب 33، إذا قارن بذاك هذا يكون أرخص. يعني النقطة الثانية، إذا تلف واحد من الأقراص، أي واحد من الأقراص اللي هو يتحمل 11 فولت، إذا تلف مو معناها سلسلة اللي كلها انتهت وما تشتغل، لا، ممكن انه يتعوض بديسك اخر، او قلنا هم يخلون مرات احتياط. هذا من الاحيان
النقطة الثالثة يعني هاي النقطة الثانية انه كل قرص يتحمل 11 كيلو بوكس. النقطة الثالثة اذا اي واحد دمجد يعني تلف، اي واحد تلف قلنا انه السلسلة تبقى تشتغل ويستبدل replaced by the sound one. النقطة الرابعة مرونة اكبر بالخطو العازل لانه هو متأرجح نازل لجوه، فهذا من يجي الرياح يعني تأثر عليه راح يتأرجح يمنى ويسرى فيأخذ الوضع الطبيعي إلى يعني مو مثل ذاك النوع السابق اللي يكون مثبت للأعلى، فهذا من تجي يصير رياح قوية راح يشكل ضغط على العمود، هذا لا إنه يأخذ الوضعية المناسبة swing يعني يسبح كأنه in any direction and can take up the position where mechanical stresses are minimum. يأخذ الوضعية اللي تخلي الشد الميكانيكي هو أقل ما يمكن. النقطة اللي بعدها في حالة أنه زيادة الطلب على الترانسميشن لاين، يعني هذا خط أنا مصمم أنه 33 أريد أسويه 132، ماكو مشكلة أنه مجرد يزيد عدد الحلقات مال الحوازم هذا النوع، يعني مو مثل ذاك أنه مصمم في عدد محدد، إذا تابع ذاك النوع أنه 3 أقراص لأنه في قرص 11 كيلو فولت فثلاث أقراص مخصص للتلافة الثاني، هذا لا ممكن أنه زيادة عدد الحلقات حسب الفولتية اللي أريد أنقلها. يستخدم مع الأبراج الفولاذية ستيل توس اللي هو النوع الآخر الأخير من الأنواع. زين بالنسبة للنوع الثالث من العوازل اللي هو سترين اللي هو العازل السلسلة اللي هو هذا النوع، هذا النوع من الهاي يستخدم لجهد اقل من ال 11 كيلو فولت فور لو تنشن لاينز، هذا العفو يستخدم انه طبيعي ب 11 او غيره اللي هو يكون هنا اذا ايش وقت يستخدم هاي العباره ديد اند نهايه ميته، شلون اخر شيء يعني منطقه انت جهزتها فاخر شيء لك شيء يخلون هذا النوع من العازل حتى يكون اكو بيه شد. بعد اذا ركن كورنر واذا زاويه حاده شارب كير منحني حاد يستخدمون هذا النوع اللي يثبت بشكل افقي، يعني دني شفنا انه شكل عمودي يعني للاعلى او شكل متدلي، هاي الحاله الطبيعيه يثبت بشكل افقي. اذا زاد الشد الميكانيكي يعني حسب الزاويه اللي منصب بها البرج، اذا زاد الشد تكون بشكل عمودي، خلوها بشكل عمودي مثل ما اذا عندنا حاله نهر، اذا انهار يعني مرات انه نهر عريض يعني العرض مالته يتجاوز 150 متر فيخلون عمود من نهر عمود من نهر، فبهاي الحاله افقي ما يفيد يخلونه بشكل عمودي يعني تعليق ويسحبوه. هذا النوع الثالث. هذا النوع الاخير اللي هو شيكل انسليتر، هذا اللي موجود بالاعمده اللي بباب يد الأعمدة الموجودة بباب البيوت، هذا النوع موجود اللي هو يثبت هذا العمود ويثبت هذا من الناس هاي شلون الفنجان هم يسمونه يثبتون هنا هذا العمود وهاي منها يجيب السلك فره ويجره هنا على الفنجان، يعني هاي منها هي الحلقة هذا الفنجان عازل هاي منها عازل وهاي منها هنا على الفنجان يمررون الأسلاك اللي موجودة. هذا النوع الأخير ويستخدم شو وقت هذا كاتب لك باللو فولتج ديستريبيوشن لاين ينصب اما انه عمودي او افقي، احنا اللي موجود بهذا الشكل يعني ينصبوه بهذا الشكل الموجود. عندنا الاندر جراوند، هسه بعد انتهينا من انه الاسلاك التعليق. بالنسبه للاندر جراوند هذا الموضوع اختصرته انا خليته يعني صفحه واحده ما ندخل بالتفاصيل. الاندر جراوند شباب underground يعني من نجي الموصل يكون اما واحد بي الكوندكتر one or more كوندكتر موصل او اكثر حسب انه الحاجة اللي او suitable insulation and surrounded by protection cover حسب انه الاحتياج مالتي حتى single phase three phase. احنا عندنا عدة انواع طبعا موجودة ومتوفرة تعتمد على الفولتية اللي احتاجها. المتطلبات الرئيسية اللي احتاجها هناش عندنا
عندنا عدة نقاط موجودة. الكوندكتر used in cable should be thin stand cover or aluminium. هنا يستخدموا لو كبر لو aluminium. يعني الأنواع الأخرى من الموصلات ما تستخدم هذا. لو كبر لو aluminium يستخدمون هذه النوعيتين. الحجم الكوندكتر الحجم مال الكوندكتر لازم إنه يتحمل التيار المربي without overheating and gas voltage drop. يعني الاختيار هسه احنا بمعايير التصميم مثلا يقول لك انه يابا 1 ملي امبير 1 ملي متر يعني واقف على الشارع اذا تيجي امبير 1 ملي متر تربيع يقدر يشيل لك انه 6 امبير لكن 6 امبير ظروف الصيف راح من تجي تلزم هذا السيليك راح تلقاه هيتنج يعني حتى لو بالفي بالظلال تجي تلزمه تشوف الحراره مالته مرتفعه لانه كل ما زاد مرور التيار الكهربائي بالسلك زاد درجه الحراره. فانا اكون انه الحجم الموصل اللي اختاره يكون يمر التيار بدون ارتفاع درجه الحراره. بعد الكيبل انه العزل thickness rubber thickness insulation العزل يكون مناسب للامان يعني زياده الامان. النقطة اللي بعدها the cable must be provided with a suitable mechanical protection لازم تكون أكو حماية ميكانيكية تتوفر لهذا الكيبل وراح نجي نشوف انه مكونات مال الكيبل. والنقطة الأخيرة انه المادة المصنعة تكون ما تتأثر بالظروف الكيميائية والفيزيائية المتغيرات الكيميائية والفيزيائية تكون ما تتأثر فيها لأنه هو من يندفن بالتربة هذا الكيبل يتعرض الى العديد من التفاعلات مال التربه فكل ما يتاثر بالظروف الفيزيائيه والكيميائيه فكل ما يتاثر فيه هذا الكيبل. فقال شلون احنا نصنع الكيبل؟ طبعا هذا الكيبل اكرر واعيد مو معناها الكيبل اللي تروح تشوفه بالشارع اللي موجود الان اللي هو تعبيرنا الدارج كلك مو يعني مو السلك اللي تشتري مال الامبيريه او التاسيس بي البيت مالتك لا هذا كيبل مال نقل فوقيات عالية مواصفات بي متكاملة من تريد تنقل 11 كيلو فولت يعني عد أهل الجملة يبيعونه بس دول أهل المفرد وغيرهم يبيع بالأمتار لا ما يتوفر أصلا ما يجيبونه لا ما حد يشتري غالي. فإذا نجي هنا منين يتكون الموصل هاي المكونات أول شيء اللي هو الكورس القلب مالته أو الموصل يتكون من موصل واحد يعتمد على نوع الخدمة اللي يقدمها أو 3 فيز يعني هنا هسه هذا الشكل ايش قد ماخذ 3 فهو الموصلات مالته واللي تكون على الأغلب هي نحاس يعني النوع المناسب واللي هو النحاس. العازل اللي هو هذا proper insulation العازل يعني suitable thickness of insulation حسب الجهد المارد يعني انا من انقل بين لاحظ كل سلك اكو الى عازل كل سلك هذا اكو الى عازل يحيط به هذا السمك مال العازل يعتمد على الفولتيه من اجي انقل 11 كيلو فولت يختلف عما انقل 33 كل ما زادت الفولتيه العازل ما بين سلك وسلك شو يكون لازم يكون اكبر العازل كل ما زادت الفولتيه لازم العازل يزداد ويكون اكبر حتى يكون مناسب للعزل. النقطة الثالثة اللي هي المعدن غامض معدني ميتاليك شيت اللي هو هذا هذا يصير على شكل شلون شرائح مال المعدن فهاي تحيط من تحيط بالعوازل اللي موجودة شنو الهدف من عندها يحميها من الغازات والسوائل اللي موجودة بالتربة غازات والسوائل اللي موجودة بالتربة ما تنفذ للأسلاك طبعا هو مو هذا الحماية بس هذا الحماية إلا إذا كلش إنه ذني ممكن تآكلين هذا الحماية النهائية من الغازات والسوائل مال التربة. البدنج شنو؟ بدنج يعني فراش بس هو شنو معنى فراشنا؟ هاي هنا راح تكون مادة ليفية إذا تلاحظ شلون مسويها شلون الألياف الغرض من عندها هاي المادة ليفية حماية الغلاف المعدني اللي موجود هنا من التآكل يعني مو مباشرة انه فهذا يحمي الغلاف المعدني والغلاف المعدني يحمي لي
العوازل من التفاعلات الكيميائية والفيزيائية مال التربة. تفاعلات كيميائية مال التربة. نعم. وينكم تفاعلات فيزيائية؟ زين. فهاي انه الياف تحمي لي هذا الستيل الشيث العفو، وهذا يحمي لي انه العوازل. ورا البادينج اللي هي ارمورنج. ارمورنج يعني شلون الدرع يكون، هذا شلون شايف يعني شلون بالضبط انه شلون المادة شريطية بس هي مصنعة من ستيل، تكون على شكل انه هاي لاحظ الترتيب مالتها شلون الورقية فتلف على السلم. هاي هنا هو اللي يحميها من الاصابات الميكانيكية من التعامل ويا الكيبل، لانه هذا الكيبل جابه شمر على الارض وزن إلى يعني، فمن ينزله راح يصطدم بالتربة وغيرها، فأي صدمة ميكانيكية مباشرة أو ممكن أنه يجي واحد عن طريق الخطأ يحفر قزمة، أو أنه تجي أنه الحفارة تحفر أو كيبل هذا موجود، فمن تجي الحفارة أنه السحبة مو مباشرة السلمة الحفارة أنه يدخل هنا، لا هذا راح يشكل عائق يعني، فيطلع الكيبل ويل الحفارة بدون ما يتأثر الجزء الداخلي، ولا مرات يقطعون هندولة والتقطيع مالتهم يكون ما يصير ولا شيء. بالشدة كل شيء ما يصير، لا عطل ولا هاي، بس بالصيف انه يومية كهرباء عطلانة والله شنو حفريات موجودة. واخيرا السيرفينج هاي حماية التدريع، يعني كل جزء يحمي الجزء اللي داخل هذا الجزء الثاني، يعني هذا السيرفينج يحمي لي التدريع، والتدريع يحمي البدنج الالياف، والالياف يحمي الستيل اللي يحمي لي العوازل من التفاعلات، والعوازل تحمي لي الكوندكتر، ويعني تفصل ما بين جهد وجهد آخر. فهاي آخر شيء السيرفينج هي تحمي من الظروف الجوية، ويصنعونها من يعني طبقة من المواد اللي فيها تصنع. المحاضرة انتهت إن شاء الله على هنا. هاي هنا بالأخير إنه أنا خليت لكم مقارنة ما بين النوع الأول والنوع الثاني من الأسلاك الناقلة اللي هي الأوفرهيد سيستم والأندرجراوند سيستم، تلخص لك الكثير من الشرح ما يخص الأسلاك. وشكرا جزيلا.